لو الحكاية فيها إن فيجو بيكمل في الاعصام هيسجل اسمه دكتور محمد العجوز مكملين باسم اللي مش هتسيب حقيقي خالص. شكرا يا الكلام ده بقى خسارة، مجرد ما بتطلع بالاجتماع الاعلان اللي بينزل بيبقى مختلف تماما عن اللي احنا قلناه، عشان كده احنا مش هنمشي لما الكلام ده يطلع بيه قرارات وزارية، فلازم الناس كلها تبقى مستعدة لكده، لازم اعلان واضح وصريح من اللي احنا طالبينه. اوكي كلنا قاعدين لحد ما الحاجات دي تتطبق يا شباب.